أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين، مشاهدين قناة سما الخليج، ومرة أخرى ومن إمارة أبوظبي. وكما عودناكم أعزائي المشاهدين أن نختار لكم نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن. رحبوا معي أعزائي المشاهدين في ضيفي وضيف حلقتكم لهذا اليوم، الأستاذ سمير حنا، رجل الأعمال ومدير عام صاحب أيام العمر كافي. بداية أستاذي مساء الخير. مساء النور. يعني أستاذ سمير، وكما جرت العادة في برنامجنا برنامج نبض الاتحاد وكفاءات الإمارات، أن نعرف السادة المشاهدين من هو سمير حنا، يعني بكل تواضع، من هو سمير حنا، كيف نشأت، كيف ترعرعت، كيف كانت البداية في الحياة العلمية والعملية أيضا؟ والله هي حياة بسيطة. اتولدت في القاهرة سنة 1970، ودرست، وصلت لكلية التجارة جامعة عين شمس، درست محاسبة اقتصاد، اتخرجت سنة 93. أثناء فترة الدراسة كنت بسافر لأوروبا، كنت بشتغل فترات الأجازة في الصيف. وبعد ما خلصت الجامعة سافرت تاني على أوروبا واشتغلت، قعدت فترة طويلة هناك حتى حصلت على الجنسية النمساوية وكنت مستقر. وبعدين فكرت، بعد ما بقى عندي أولاد، فكرت ايه المكان او البيئة المناسبة اللي انا اقدر اربي فيها اولادي. ما لقيتش احسن من الامارات بصراحة، يعني بلد بتجمع بين التقدم والنظافة والحياة الشرقية اللي احنا متعودين عليها. يعني كما يقول المثل ايضا، مشوار الالف ميل يبدأ بخطوة. يعني كيف اجتك فكرة هاي المشروع، يعني وليش، لماذا انت برضو ايضا اخترت يعني الامارات دولة ان تستثمر فيها؟ والله لان الامارات حالة متفردة بالنسبة لبقية الدول، قدرت في وقت بسيط ان هي تعمل مجتمع راقي ومجتمع تقدر تعيش فيه بكل اريحية وتعيش في امان. والحمد لله يعني نعمة ان احنا موجودين في البلد هنا، ويمكن حظنا احسن من ناس كتير ما حلفهاش الحظ ان هي تيجي على المكان ده، فالحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يعني اكيد كمان ايضا يعني ما وجدناه انه الاستاذ سمير يمتاز ايضا بشعبيه عاليه في منطقه المصفح، وبالتحديد من اماره ابو ظبي ايضا. يعني اكيد في منافس ايضا شريفه وعاليه بهذا المجال، يعني اين تجد نفسك في هذه الدوله، وكيف تميزت ايضا عن غيرك في هذا المجال؟ والله احنا شوف، هي الصدق والامانه والجوده هي اللي بتميزك. يعني في منافسين كتير وفي كافيهات كتير، ويمكن احنا بدينا حتى المكان بتاعنا اخترناه بعيد عن منطقة الكافيهات اللي موجودة في مصفح، بس الحمد لله احنا بالجودة بتاعتنا وبكل عوامل النجاح اللي احنا وفرناها للمكان، ووجودي المستمر انا والاستاف اللي معايا، ودايما احنا بنوفر الراحة للعميل، فالحمد لله يعني دي ميزتنا. وفي وقت قصير بقى عندنا كتير كاستمرز والحمد لله. ايضا ما هي الخدمات يعني التي تقدمونها ايضا من داخل يعني هذا الكافيه، يعني وهل هناك عروض واسعار يعني في متناول الايدي ايضا؟ طبعا احنا اسعارنا بالنسبه للوضع بتاع الكافيه عندنا تعتبر قليله كتير، يعني اقل من كافيهات عاديه. كمان احنا بنستقبل، عندنا اماكن للعائلات بنستقبل، عندنا بالنسبه للمكان مجهز لاذاعه المباريات، اكتر من 3 مباريات في وقت واحد، عندنا جلسة خارجية بتتميز كمان بوضع خاص للعائلات، عندنا كل حاجة ممكن تخطر على اي حد يطلبها بتكون متوفرة عندنا مع ستاف يعني ذو خبرة عالية. يعني ايضا الستاف، يعني كان في سؤال موجه بخصوص هذا الموضوع ايضا، كيف انت تختار الستاف تبعك، وما هي يعني الاسس ايضا التي تختار فيهم؟ طبعا الاستاف لما بنيجي نختاره بنختاره بناء على اول شيء على الكفاءه بتاعته، تاني حاجه على اسلوبه وشخصيته. احنا اللي بيهمنا غير الخبره، يهمنا حسن التعامل مع العميل. صحيح. دي اكتر حاجه احنا بندقق عليها. ما بنبص ان ايه شكله ايه وضعه، احنا المهم عندنا ان يجيد التعامل مع العميل
بحيث ما يكونش في اي شكوى من عنده. ده رقم واحد عندنا. فده المعيار الاساسي. غير كده احنا يعني بنختارهم على اسس العاديه، بس الشرط الاساسي بتاعنا حسن التعامل مع العميل. وايضا الخبره يعني. طبعا الخبره طبعا مطلوبه يعني. مطلوبه اكيد مطلوبه في هذا المجال ايضا. مظبوط. بس برضو انت اسلوب التعامل في المجال ده كتير، يا اما بيرفع المكان لفوق او بينزله. يعني استاذ سمير، يعني ايضا ما هي رؤيتك المستقبليه يعني خلال 5 سنوات قادمه ان شاء الله؟ والله وضع الاستثمار في الامارات الحمد لله جيد، والحكومه في الفتره الاخيره ابتدت تحط قوانين بتساعد المستثمرين، حتى لو حصل اي عقبات او عوائق قدامهم في حلول كتير اتوجدت عشان يتجاوزوا الموضوع ده. فانا شايف المجال مشجع، وانا اعرف ناس كتير حتى بيحملوا جنسيات زي جنسيات امريكيه واستراليه بيجوا هنا عشان يستثمروا. البلد مكان مفتوح، وبالنسبه لبقيه الدول يعتبر من ارخص البلاد في الاستثمار، انك تقدر تبتدي تاسس الشغل فيها ارخص بكتير من اماكن يعني تانية. بيئه خصبه وارض جاذبه لكل صاحب طموح ان هو يحقق نفسه. هنا بتقدر بسهوله ومش محتاج مبالغ جامده عشان تستثمر، تقدر بسهوله انك تبتدي والظروف كلها بتكون في صالحك. فالحمد لله يعني. الحمد لله. يعني انت تكلمنا ايضا عن الجانب الشخصي من الاستاذ سمير حنا، يعني الان سوف نخوض ايضا الجانب الوطني. كما تعلم والكل يعلم ان دولة الامارات تنعم بمنظومتين، نعمة الامن والامان. يعني هذه المنظومة ماذا تعنيك؟ طبعا اهم حاجة انا لما اكون انا خارج بيتي طول وقتي برا البيت، بكون انا في بلد زي الامارات زي امارة ابو ظبي، انا ببقى قاعد بتطمن ان زوجتي واولادي في امان، بينزلوا اولادي في اي وقت بيرجعوا انا مش شايل هم، بيجوا لي في الطريق من ابو ظبي لمصفح بيجوا انا مش شايل همهم. في عامل امان بنسبه يمكن مش موجوده في اي بلد تانية في العالم. فالحمد لله. فدي دي 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 لوحدها دي لوحدها من اهم العوامل. في بلاد كتير فيها فلوس بس ما فيهاش امان. صح. الواحد بيدور على الحاجه اللي فيها امان يعيش فيها مرتاح. يعني ايضا كما اين وجد الامان وجد الاستثمار والاستقرار. الاستقرار طبعا 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 اهم حاجه. اي بلد اديها اي مقومات وتفقد عنصر الامان ما بيكون لها داعي. انت ايه الفايده ان انت بتكون قاعد في مكان وعندك اموال الدنيا وانت مهدد طول الوقت؟ اما هنا احنا الحمد لله منين ما بتروح منين ما بتيجي سايب بيتك سايب ولادك بتسافر بترجع كل حاجه في امان. فالحمد لله. يعني حتى احنا هنا في الكافيه بيعدوا علينا دوريات الشرطه يدونا توعيه يطلبوا مننا، بيبقوا تحس ان هم خايفين على مصلحتك وبيعملوا على حمايتك اكتر منك. فالحمد لله. هتلاقي فين الكلام ده غير في الامارات؟ يعني ايضا من هذا المنبر بنوجه شكر ايضا لحكام والشيوخ وحكام دوله الامارات العربيه المتحده على الامان والاستقرار. يعني ايضا هم العين الساهره لهذا البلد. يعني برضو ما هي كلمتك يعني برضو لشيوخنا وحكام دوله الامارات العربيه المتحده؟ والله ما في كلام يعبر. يعني ربنا يديمهم لينا، وبنشكر طبعا سمو الشيخ خليفة على إدارته الحكيمة للبلاد، وسمو الشيخ محمد بن زايد ولي العهد، ودايما احنا في أذهاننا كمان فضل الراحل الأب الشيخ زايد اللي هو عمل منظومة الأجيال اللي جاية كلها تقدر تعيش عليها في أمان. الشيخ زايد كنت مخصص له سؤال أيضا آخر، يعني ولو تحدثنا عن حكام دولة الإمارات وشيوخ دولة الإمارات لا ننتهي عليهم من الحديث يعني والثناء والشكر لهم. يعني أيضا أكيد. يعني عن مكانة الشيخ زايد ماذا تحدثنا؟ والله الشيخ زايد كان شخص سابق عصره زي ما قلت لحضرتك، مفيش حاجة تقدر توفيه، لأني كان شخص حكيم سابق عصره، كان عنده رؤية مستقبلية لحاجة الأجيال القادمة. يعني كان بيعمل مش للوقت اللي هو موجود فيه، بالعكس هو كان شايف ايه اللي ممكن بعد 20-30 سنة 50 سنة ايه اللي ممكن يكون محتاج. اشتغل على التعليم، اشتغل على البنية التحتية، اسس دولة في وقت قياسي، عمل حاجات احنا لغاية دلوقتي بنتمتع بيها ودايما بترحم عليه وعلى افضله. فراجل بالنسبة يعني انا بعتبره من افضل الزعماء على مستوى العالم على مر التاريخ. فالله يرحمه. الله يرحمه. يعني احنا الله يحفظ شيوخنا وحكام دولة الامارات كمان، ويحفظ ابونا ومؤسس هذه الدولة رحمه الله طبعا الشيخ زايد.
يعني أيضا في خلال مسيرتك الحياة العملية أيضا والعلمية يعني أكيد في حد كان داعم لك، يعني ماذا توجه له رسالة أيضا من خلال؟ والله هو الدعم كان دعوات الوالدة فربنا يخليها ويطول بعمرها وربنا يخليها لي يعني، وتفضل تدعينا. اللهم أمين. الله يسلمك. يعني هل من رسالة أخيرة توجهها لمن شئت عبر قناتنا قناة سما الخليج؟ والله أنا بوجه رسالة لصديقي وشريكي، هو جندي المجهول، أنا مش هقول اسمه لأن كتير الفترة اللي فاتت كلها أنا وهو كتير تعاوننا وكتير ساعدني ووقف جنبي، فأنا بشكره لجهوده معايا وربنا يديم المحبة بينا. اللهم أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. يعني لا يعني في نهاية هذا الحلقة الوقت أظن يداهمنا يعني أيضا، يعني لا يسعني إلا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذ سمير حنا، رجل الأعمال أيضا وصاحب ومدير عام أيام العمر كافيه في منطقة المصفح في إمارة أبوظبي، كل الشكر والعرفان والاحترام والتقدير لإلك، وكل عام وأنتم بخير والوطن بخير وقائد الوطن بألف خير. شكرا لك. الله يخليك. شكرا، شرفتونا بزيارتكم واتبسطنا بوجودكم معنا، ومن خلال منبركم كمان بتوجه بالشكر والتحية والدعوة للشيوخ الإمارات واسمه الشيخ خليفة ربنا يعطي الصحة، واسمه الشيخ محمد بن زايد بإدارته الحكيمة، ونشكر كل أهل الإمارات على استضافتهم لنا في وطنهم. الله يسلمك. يعني أيضا نشكر دعمك السخي لهذه البرامج الوطنية. يعني الله يخليك. الله يخليك. دايما إحنا لازم نكون متواجدين ونشجع البرامج دي اللي بتدي بقع الضوء على على النشاطات. أكيد أكيد أكيد. كل الاحترام وشكرا لك سيد سمير. كل الاحترام. شكرا لك.